إخواني الله سبحانه وتعالى نقل لنا في القرآن الكريم قصص أمم كثيرة ولخص لنا قصص فئة من الأنبياء والرسل وفي كل قصة عبر كثيرة حيث يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة وهذا هو الغرض من ذكر القصص في القرآن الكريم إذ أن القرآن ليس كتاب قصص ولا كتاب تاريخ وإنما الهدف من ذكر القصة أو ذكر القصص هو أخذ العبرة وألا نعيد أخطاء الآخرين هذا هو المغزى أو هذا هو من أهم المغازي التي من أجلها تستخدم القصة حتى في التربية والتعليم هذه الأيام إذ أن المناهج الحديثة تركز على القصة حتى يأخذ الطالب العبرة بطريق غير مباشر إذن الله سبحانه وتعالى لما كان يتكلم عن بني إسرائيل مثلا ليس لأن الهدف ذكرهم فقط وإنما لأن ما حدث معهم هي قضية بشرية ستتكرر في المستقبل مع الجميع فأنت كمسلم لست بمنأى عن الأخطاء التي وقع بها بنو إسرائيل فعندما يتكلم الله عز وجل عن عقلية السؤال والسؤال من أجل السؤال والسؤال من أجل الجدال في قصة البقرة مثلا ستجد أن من أبناء المسلمين من يقلد هذا السلوك السيء ويجعله نبراسا له في الحياة فتجد بعض الناس يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكن عقليته عقلية بني إسرائيل أصحاب البقرة وبالتالي إخواني هنا تأتي قضية التربية أنه يا مسلم كل آية في القرآن الأصل أنك مخاطب بها لذلك أهل التفسير قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني في قصة في القرآن حدثت مع خولة وزوجها خولة وزوجها في سورة المجادلة أو سورة المجادلة لغتان هل الحكم الشرعي الذي نزل في خولة وزوجها فقط لخولة وزوجها؟ لا إنما لكل من صار معه مثل ما صار مع خولة زوجها في قضية المظاهرة وما إلى ذلك من تفصيلات السورة عندما تأتي قصة في القرآن الكريم عن قلة أدب بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى هذه عبرة لكل من يقلدهم من أبناء المسلمين اليوم ويقل أدبه على الله ويقل أدبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن ومن خلال الرفض ومن خلال التكذيب ومن خلال التخوين وما إلى ذلك من الأساليب التي قد تأتي في خلال مجادلات الناس حول مبادئ هذا الدين إذن ملخص الكلام إخواني أن العبرة التي في القصص لابد أن تكون دروسا في كل أمسياتنا وفي كل مجالس ذكرنا وفي كل مدارسنا أن نتعلم الحكمة لأنني أعتقد هذه الأيام أننا أضعنا الحكمة كقادة وكمعلمين وكمدرسين وكأفراد الكل يريد أن يستعجل قطف الثمرة قبل أن تنضج وهذا إخواني ليس من الحكمة بمكان الله سبحانه وتعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وفي المدينة 8 أعوام ثم فتحت مكة يعني 21 سنة من العمل الدؤوب والجهد والتضحيات ودفع الثمن حتى قطفت الثمرة فما بالنا اليوم لا يصبر الواحد فينا على المسألة حتى تنضج ويريدها فورا جاهزة دون أن يبذل في هذا الوقت والثمن والجهد لا يا إخواني
إذن الأصل فينا أهل القرآن أن نقرأ القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وما هو التدبر؟ التدبر بعد أن نتفكر في المعاني أعكسها علي، أقول أنا المخاطب، أنا المقصود، فأقوم من اعوجاجي وأربي نفسي وأعالج هذه الروح، أعالج هذا الضعف الذي أجده من نفسي. فعندما تتكلم الآيات عن الصلاة أسأل نفسي كيف أنا والصلاة، عندما تتكلم الآيات عن ذكر الله أسأل نفسي كيف أنا مع ذكر الله، عندما تتكلم الآيات عن الصدق كيف أنا مع الصدق، وهكذا إخواني. بهذه الطريقة تبدأ تزكية النفس. نريد يا إخواني لنا في هذه الحياة أن نكون من الذين يزكون أنفسهم، يربون هذه النفوس، ينقون هذه النفوس مما خلط بها من شوائب الدنيا. فليس الواحد فينا يا إخواني معصوم، نحن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن نكون من التوابين. ولا بد يا إخواني أن نتواضع للعلم، أن نتواضع للعلم. والعلم اليوم إذا لم تطور من نفسك ستتلاشى. الذي لا يطور من نفسه سينساه التاريخ. قد يقول الإنسان أنا ما أخطأت ما قصرت، نعم ولكنك لم تتطور، لم تواكب المتغيرات في الحياة. هذه الدنيا ولغة السياسة ولغة الاقتصاد لا تعرف المشاعر ولا تعرف النوايا. تعرف أنت قوي إذن لك صوت، أنت قوي لك وجود. ما في تطور، ما في قوة، ما في تقدم ستتلاشى. ومثال مثلا شركة نوكيا تعرفون كيف كانت في أوجها في صناعتها وفي تقدمها، لكنها تلاشت الآن لأنها هي لم تخطئ ولكنها لم تواكب العلم ولم تتطور فتلاشت. لذلك في لغة الاقتصاد لابد دائما في المنافسة الاقتصادية من التغيير، حتى أن بعض المنتجات لا يغير المنتج وإنما يغير الغلاف، فيجد أن البيع زاد بمجرد أن تغير الغلاف فقط، لأنه في التنافس في السوق الناس تنظر إلى التغيير، تنظر إلى هل في نوع من التطور أم لا. وبالتالي الجانب البشري تماما كالجانب الكوني، أنت نفسك إن لم تطورها صدقوني إخواني ستتلاشى في داخلك حب هذه الحياة، تصبح دائما يعني متشائم، دائما مكتئب، دائما يشكو. بعض الناس شكوى 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 لأنه في داخله عنده صراع. وبالتالي إخواني لما كان الصحابة الكرام صحابة يقول الواحد لأخيه يا أخي تعال بنا نؤمن ساعة، يعني بلغتنا اليوم تعال نخلي الدنيا ورا ظهرنا ونيجي نتعبد الله سبحانه وتعالى، نتعلم شوي، لأن الدنيا والعمل لا ينتهيان. فالذي لا ينتبه لنفسه إخواني يسرقه الزمن، فيشيب الشعر ويعوج الظهر، فيجد نفسه في النهاية يعني في 60 و70 وما زال في المراحل الأولى من تزكية النفس. نحن يا إخوة كمسلمين نعلم علم اليقين أننا في هذه الدنيا زوار، وهذه ليست مآلنا الحقيقي. وبالتالي المسلم دائما يجد الأمور فيها أريحية، الحمد لله أنا لا أعمل لهذه الدنيا وإنما أعمل للآخرة إن شاء الله تعالى. لا أنسى نصيب من الدنيا نعم، ولكن همي الأكبر ومستقبلي الحقيقي وعملي الدؤوب كيف أكون وزوجتي وأولادي من أهل الجنة. لأن الخسارة الكبيرة إخواني هي تلك الخسارة عندما لا تكون من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. وبالتالي إخواني لما نقول دائما هذه النفس التي خلق الله بين جنبيك إن لم تقودها قادتك، هذه النفس إن لم تقودها أنت قادتك هي، لأن النفس أمارة
بالسوء. النفس تأمر. إن أتركت لها القيادة تقود ولا تأمر. وبالتالي بعض الناس إخواني يجد نفسه دائما في صعوبة أن يرجع إلى طريق الصواب. صعوبة ما عم يقدر. قل له تعال يا أخي تعال صلي في المسجد إن شاء الله ما عم يقدر يجي. ليش؟ نفسه تفلتت. طيب ما الحل؟ الحل تزكية النفس. كيف أزكي نفسي؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كيف أزكي نفسي؟ تماما إخواني تزكية النفس كما تربى وكما يربى النبت وكما يربى النشء وكما يربى الطفل. تحتاج إلى شيئا فشيئا دون أن أتساهل أو أتهاون في أي صغيرة. من القضايا التي تساعد على تزكية النفس يا إخواني الالتصاق بالقرآن. تلاوة القرآن كل يوم. لازم يكون لك موعد مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان دائما قلقان ودائما مكتئب، الكتاب هذا الكتاب المعجز فيه الدواء وفيه العلاج إخواني. إذن أول شيء الالتصاق اليومي بالقرآن. اجعل لك ورد يومي لو نصف صفحة. انت راح تلاقي انه شيء حلو حتزيد، حتصير صفحة، بتكون صفحتين. وبعض الناس عنده خطة جميلة جدا، قال انا كل صلاة بصليها بقرأ صفحة. هاي خمس صلوات بخمس صفحات في اليوم. وبالتالي جدول حياتك زي ما احنا بنستخدم الفيسبوك اليوم والتلفونات 24 ساعة. لا، اقرأ يوم ورد يومي. الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني الصلاة معراج تعرج بصاحبها إلى السماء حيث كان أبونا آدم. إخواني الصلاة صلة، ولكن هناك تكنيك كيف تكون الصلاة يعني من أروع ما يكون وتأخذ منها أكثر ما يمكن. أولا لا تصلي وإنت مشغول البال. فرغ نفسك لما بدك تصلي. صلي في مكان ما فيه مشغلات، ما فيه لا أصوات ولا طعام ولا أولاد. فرغ مكان في البيت لصلاتك. استحضر في صلاتك الخشوع. اجعل الصلاة كأنها اجتماع مع الله سبحانه وتعالى. كن متهيئ نفسيا بدنيا روحيا، فبتلاقي أنت عم تستمتع وأنت عم بتصلي. الأمر الثالث إخواني هذا اللسان. قوم لسانك. حاول ألا تتكلم إلا بالخير. اسمع أكثر مما تتكلم. اجعل هذا اللسان دائما رطبا بذكر الله. فأنت تقرأ القرآن تصلي ودائم الذكر لله سبحانه وتعالى. ما أحلى تلك النفس التي صاحبها ما بين قراءة القرآن والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم الحمد لله وسائل الحياة المريحة التي نعيشها تعطيك الفرصة أن تفعل هذا. وأنت تقود السيارة ما في مانع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، سبحان الله، اللهم يا رب اهدني، اهدي أولادي، اهدي زوجتي. أنت عم تسوق وعم تدعي. أنت عم تشرع الكمبيوتر وعم لسانك يذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع إخواني أن تكون إيجابيا متفائلا. لا تكن متشائما. لا تضع دائما العقبات. كن يسيرا سهلا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الليل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بتلاقي كل شيء يسير. الطاعة يسيرة، زيارة الأرحام يسيرة، الصدقة يسيرة، القيام الليل يسير، الابتسامة يسيرة. خفيف، أنت خفيف. لكن سبحان الله إخواني العكس لما يكون الإنسان يعني هاجر لكتاب الله ولاقي عمره ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا في المقابر عند الجنازات وما بيقرأ القرآن ولا يحافظ على الصلاة، بتلاقيه أقرب إلى التنبلة. ثقيل، دائما متشائم، دائما يعني كل شيء أسود في حياته، لا يشكر الله. أنا بعرف ناس إخواني كل ما تشوفه كيف الأمور يا فلان، ولا أقول لك زفت يا
يا أخي قل الحمد لله رب العالمين، أنت عندك من النعم ما لا يمكن أن تحصى، قارن نفسك مع الآخرين قول الحمد لله. لكن هذا الإنسان ما عنده هذا الفهم، وبالتالي دائما يشكو. هذا كثير الشكوى إخواني، لن يجد في يعني كأنه مكتوب بين عينيه شقي. لا تشكو بل احمد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الكرام، الارتباط بالله عز وجل. نحن أمة ابتعثنا الله في هذه الدنيا حتى نكون يعني نور يهدي الناس إلى هذا الطريق. ودائما لما تقارن نفسك مع الآخرين تجد كم أنت في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم يا إخواني، لا تنسى هذا اللسان أن يكون شاكرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى تدوم النعمة عليك، وبالشكر تدوم النعم. هذا ليس كلام إنشائي بل كلام عملي، أنت ستذوقه، ستشعر به عندما تكثر من الشكر، كيف الله سبحانه وتعالى يضع البركة فيما في يديك. البركة في رزقك، البركة في صحتك، البركة في وقتك. اليوم الناس اللي مش قادر تلحق، ما في بركة حتى في الوقت، أنت تجد البركة في الوقت. عندما تستيقظ في الصباح لأجل رفع إقامة صلاة الفجر تجد البركة في ذلك الوقت، البركة في التنفس، حتى نفس مختلف. وبالتالي يا إخوة، الحياة اليوم حياة مليئة بمعقدات الحياة والتكنولوجيا والتسارع الذي موجود في حياتنا، فالواحد منا أحيانا مش ملحق، فاقد السيطرة على الوقت، مراكض 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 ومش واجد نفسه. طب إلى متى؟ يعني إلى متى ستبقى تركض هذا الركض وتقول بكرة إن شاء الله راح أعمل هيك راح أعمل هيك؟ لا، ابدأ اليوم، لأنه هذا إن شاء الله وراح أعمل ما حييجي. الدنيا يا إخواني كالطاحونة، تدور وتدور وتبقى تدور إلى أن تطحن صاحبها. إياك أن تدار بك الدنيا بهذه الطريقة، لا، أنت قد النفس. وبالتالي يا إخواني هذا الفرق بين من يملك نفسه ومن تملكه نفسه. اليوم الناس بتسمع من أطباء بقول لك والله بيجينا، خاصة في المجتمع الغربي إخواني، 13 سنة و12 سنة و15 سنة و20، قال عندهم ديبريشن. أولاد بروحوا بياخذوا دراجز، أدوية، عايش على المهدئات، رابع وخامس وسادس والسابع عايشين على المهدئات. ليش؟ لأن الحياة جحيم، لا في إيمان كما قال سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إحنا إيش اللي مخلينا إحنا كمسلمين مرتاحين رغم الشقاء الذي نحن فيه؟ إيماننا بالله عز وجل، إيماننا بالحسنى، يعني القادم من الله، الآخرة، النعيم، الجنة، اليوم القيامة، العدل الإلهي، هذا اللي مخليك أنت متوازن. طيب إذا فقد هذا الإيمان الناس تنجن، فبدهم يقتلوا أنفسهم وينتحروا وعلى المهدئات وعلى الأدوية. فنحن في نعمة عظيمة إخواني، هذا الدين الذي جعلك متوازن، متفاهم، متصالح مع نفسك، مع داخلك، هذه نعمة. لكن مشكلتنا اليوم أولادنا اللي بيعيشوا في هالمجتمع الغربي متأثرين بما يرون من حولهم، لأنه هو يرى أكثر مما ترى أنت، يحتك بالمجتمع الذي أنت لا تحتك كما يحتك ابنك، وبالتالي الخوف عليهم. فإذا ما أدينا دورنا إحنا كآباء تجاه أولادنا، ممكن في المستقبل هذول أولادنا يصيروا زي هذولك، يقول لك أنا depressed وديني بدي أخذ مهدئات وأعصابي، لأنه إذا ما غذيته أنت سيغذى من المجتمع المحلي، والمجتمع المحلي ما بيعرف هاي القضايا، إيمان بالآخرة وفي جزاء أخروي وفي تزكية النفس، لا، بتكلم عن what I will get if I do this، شو بدي أستفيد إذا عملت هيك. المسلم ما بيقول شو بدي أستفيد، المسلم بيقول أنا بعمل لله، أنا عارف إنه في إيمان بالآخر، ربنا عم بيجازيني. أولادنا يا إخواني اليوم يعني في 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 قضية خطيرة جدا، إنه إحنا لازم نمارس هذا الدور، وإلا بيكونوا في معاناة عظيمة جدا. اليوم في إلحاد، في زنا، في شرب مخدرات، في تعاطي في المجتمع، هذا منتشر.
طب أولادنا ليسوا يعني في مأمن، فبدنا نفتح عينينا ونفتح ذنينا حتى لا نكون قد سقناهم إلى حتفهم بأيدينا يا إخواني. إذن قصص السابقين عبرة إلي وإلك حتى نشتغل على أرض الواقع. واليوم الإعلام في ذكاء خارق في الإعلام إخواني، يعني كيف تصل المعلومة لأبنائنا عن طريق اليوتيوب وعن طريق الإنترنت وعن طريق الفيسبوك، في إبداع في توصيل المعلومات، في هذا أساليب منهجية، وخاصة إذا كان الهدف الطعن في المسلمات. أذكياء جدا إخواني، وبالتالي إذا إحنا ما واكبنا أولادنا يسقطوا فريسة. أنت شوف الآن ابنك بيسمع من المعلم ولا بيسمع منك أكثر؟ معلم، هيك حكى الأستاذ، هيك حكت المس. طب أنت بتكون صار لك شهرين تحكي له شغلة يا بسويها ما برد عليك. المعلمة أول يوم بروح على المكتب بتقول له اعمل هيك بعمل. هذه طبيعة في البشر، وبالتالي أنا لازم أكون ذكي جدا كيف أتعامل مع متغيرات أولادي في هذا المجتمع إخواني، الطامات التي لا نعرفها أكثر من التي نعرفها. فنسأل الله أن يقي أبنائنا ويقي بناتنا السوء، وأن يقيهم الفتنة، وأن يحفظهم إن شاء الله لمستقبلهم، وأن يحفظهم في إيمانهم، وأن يحفظ أولادهم في المستقبل. القضية معقدة جدا، لا بد من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دائما، الالتجاء إلى الله هو وحده الذي بيده الخير، وهو الذي وحده الذي بيده العناية يا إخواني. والله أنا وأنت ليس لنا من الأمر لا حول ولا قوة دون الالتجاء إلى الله والدعاء إلى الله أن يحفظ أولادنا ويحفظ نسائنا ويحفظ أخواتنا في هذا المجتمع الغريب. ستكون الأمور معقدة جدا. أسأل الله لي ولكم الخير، وأن نكون ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين.